الحمد لله رب الأكوان المشرق بنور وجهه في كل مكان، نحمده بالقلب قبل اللسان، ونعوذ بنور وجهه من فتنة المال والجاه والسلطان. سجد له كل شيء والشمس والقمر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الساقي لأمته يوم القيامة إذا نصب الميزان. فصلوا عليه فإن صلاتكم من الله أمن وأمان. يا من أجاب نوحا حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه، وسمع يعقوب في شكواه، ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وعاد النور إلى عيناه. خلق آدم بيده فسواه، وألقى موسى في حجر عدوه فرباه، وذنون إذ ذهب مغاضبا فالتقطه الحوت وفي بطنه أخاه، ونادت عليه الملائكة يا ذنون إن الله لا ينسى من نسياه. ذنون، من الذي من الطوفان نجاه؟ وسأل يعقوب، من الذي رد إليه بصراه؟ وسأل إبراهيم من الذي من النار فداه؟ وسأل ولده إسماعيل، من الذي من الذبح فداه؟ وسأل مريم حين أنطق طفلها الرضيع وقال إني عبد الله، وسل الحبيب محمد عن ذراع الشاه، وسل الحبيب محمد أن رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه. يكفيك فخرا أنك إذا صليت على الحبيب محمد صلى عليك الله. أين الموحدون بالله؟ لقد انتهى شهر رمضان وربح فيه من ربح، وخسر فيه من خسر، ولا نقول إذا انتهى شهر رمضان فقد قفل باب التوبة، ولكن هذا أمر خطأ. رب رمضان هو رب شوال. إذا كانت الطاعة قد انتهت في شهر رمضان فلا، فالصيام ممتد بعد رمضان، يعني الصيام مش بشهر رمضان فقط، هو شهر عظيم، ولكن باب التوبة مفتوح. خلاص انت انقضى شهر رمضان ولم تصوم رمضان، خلاص كده اتقفلت معك كل الأبواب. لا، الصوم موجود في رمضان وبعد رمضان، الزكاة موجودة في رمضان، الصدقة موجودة بعد رمضان، التهجد موجود في رمضان، صلاة القيام موجودة بعد رمضان، ولو ركعتين في ثلث الليل الأخير. سأل أحد الصالحين متى كانت ليلة القدر؟ فقال أي ليلة هذا؟ فقالوا الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم. فقال أحد الصالحين إن القرآن كان ينزل كل ليلة، يعني الليالي كلها خير. فقال الليلة التي تنزل فيها الملائكة، فقال لهم إن الملائكة تنزل في كل ليلة. فقال الليلة التي ينزل فيها
ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فإن رب العزة ينزل في كل ليلة. فقبول الطاعة في شهر رمضان من ثمراتها أنك تستمر في الطاعة بعد رمضان. يعني تيجي الواحد يصلي الفجر ويصلي كل الأوقات وصيام وعبادة وقراءة القرآن في رمضان، هو رب رمضان ليس رب شوال. رب رمضان هو رب شوال، هو رب كل الأشهر. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. يعني ما تقفلش الباب في كل وجه، لا، سيب الأبواب مفتوحة. فإنك إذا فاتك رمضان فصوم الأيام الجاية في ستة من شوال. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان أين الموحدون بالله ثم أتبعه ستة من شوال. يعني كنت هتصوم رمضان وهتتبع ستة من شوال، شوف الخير اللي انت فيه. شهر رمضان 30 يوم، 3 في 10 ب 300، 30 في 10 ب 300 و 6 في 10 ب 60، يبقى 360، والسنة كام؟ 360 يوم. سيب انت الست ايام اذا كنت تفضلت شهر رمضان كله، سيب الست وشهر رمضان معاك السنة كلها، لان الستة مرتبطين بشهر شوال فقط. لانه قال: من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال. فالست ايام لو خلصت شهر شوال يبقى الست ايام كده راحوا منك. فانت هو قال: من صام رمضان ثم اتبعه. يعني كيف تصوم رمضان؟ اذا كنت فاضل يوم او يومين او ثلاثه لا تصومهم الاول وبعدين تصوم ستة، ولكن اذا كنت تفرغت الشهر كله او امراه فطرت ايام كان عليها عذر وستة، هتجي نفسها كده داخل نص الشهر. لا، هي تصوم الستة الاول من شوال وتصوم الايام اللي فطرتها في رمضان ممتده معاها السنه كلها، ولكن دين معلق في رقبتها. شهر رمضان دين معلق في رقبتك، ما تخليهوش يفوتك. انت فقدت جايك الشتي ايام قصيره وهتحس بجوع ولا بعطش، سيب الشتي، لا تترك هذا الخير يفوتك. سيب شهر رمضان، والله انا مش قادر اكمل الست يا اخي. ده الايام بيجي مش فيها بركه اساسا اللي من دول. عالم تصحى تلقى الظهر يدك، عالم اللي يحكي لك شويه تلقى المغرب جيت. يعني الايام بيجي مش فيها بركه. انت عارف الست ايام لو ركزت فيهم مش هاجم معاك يومين. الايام متغيره مش زي زمان، كان الواحد يقعد يتحكي في اليوم يوم كله ما يخلصش. ولكن الايام دلوقتي اتغيرت بيجي ما فيهاش بركه. يعني الست ايام تبص في كورهم عندهم ما فيش على ما يدي كورهم فات معاك. فاوعى تخلي الست ايام يفوتوك، اوعى تستهون بالخير، لان الخير كثير رب العزه بيسره لك ومبسطه لك. ما تخليش الحاجات دي تفوتك. وعدم استمرار الطاعة، يعني استمرار الطاعة في شهر رمضان إذا كنت أنت كنت صايم وكل حاجة كانت عندك لله، زكيت وصليت وصمت وقمت الليل كان كله خالص لوجه الله، هتلقى الثمرة بتاعت شهر رمضان استمرت معاك طول السنة كلها. أنتوا عارفين الصحابة كانوا يستقبلوا شهر رمضان بعد قبليه بست شهور ويودعوه بست شهور. بعد ما يخلص رمضان كان يقول: اللهم تقبل منا رمضان. يعني خايفين ان رب العزة لم يتقبل منهم رمضان، كان بيقعد يدعي. طب انت لما خلص شهر رمضان افتكرت انك انت تدعي وتقول: اللهم تقبل منا رمضان، ولا كنت صدقت ما خليته ولا يقول: اللهم خلص، صدقناها ما خلص يعني. لا، ده كان الصحابة يسجد ويعبد لله ويطيع والديه ويقول: اللهم تقبل منا رمضان. ياخذ 6 شهور بعد شهر رمضان وهو يدعي ان رب العزه يتقبل منه شهر رمضان. فاوعى تقول ان شهر رمضان خلص والابواب كلها قفلت وصلاه القيام بطلت وقراءه القران خلاص، او القران تتركه تنظف المصحف المالي شهر رمضان الجاي من التراب والغبار. ما تفتحش المصحف كل يوم ولو صفحه واحده تدل على
رائحة البيبي يا اخوانا دول بيغلطوا على كل شيء، فيهم الدعاء مستجاب. لأن رب العزة بينزل الثلث الأخير من الليل. يعني شهر رمضان خلص والتراويح خلصت والتهجد خلص، خلاص صلى العشاء وصلى الشفع بطل وجهد يعني راجعتين بالليل قبل ما تنام. دول يحسبوا لك صلاة قيامة وفيهم الدعاء مستجاب، لأن رب العزة بينزل في الثلث الأخير ويقول هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ربنا بيناديك وبيقول لك اوعى تستغرب بالحكاوي دي. شاب كان ملتزم في الطاعه في شهر رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان، وكان بارا مؤمن، وحينما حضرته المرساه اصحابه بيلقنوا الشهاده، فقال ولا بد ان استاذن امي. وهو في اللحظات الاخيره بيقول لا بد ان استاذن امي. فبعث الام كيف كان حال ابني؟ قال انه كان بارا بي، وانه كان كثير طاعه، وانه كان صواما وقواما. فقال كل من تقرر الشهاده يقول لا بد ان استاذن امي. فسالته انا امك وباي شيء تستاذن مني؟ فقال جاءتني امرأة جميلة لم أرى في جمالها قط، يعني أول مرة أشوف جمال زي كده، وأرادت أن تتزوجني، ولكن أخبرتها بأني أريد أن أستأذن أمي. فقالت إنها حورية من الحور العين وتزوجها. ويقول الله في كتابه العزيز يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ربنا ثبته في الدنيا فأراد أن يبشره قبل وفاته بزوجة من الحور العين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أين الموحدون بالله؟ استمرت الطاعة قبل الحياة يثبتك قبل الوفاة. انت صليت وصليت وصمت وقمت وما تكفيش الابواب في وشك، سيب الابواب مفتوحه، سيب صلاه التهجد مفتوحه، عاد صلاه ايه بالليل، سيب الصيام اثنين وخميس، سيب قراءه القران، ما تكفيش كل الابواب. انت كنت ملتزم وجد في شهر رمضان ولو هتخففها، يعني انت كنت بتصلي تهجد ركعتين بالليل يسجدوا لك كل حاجه. يثبت الله الذين امنوا في الحياه الدنيا وفي الاخره. اذا كنت انت ثابت في الدنيا ربنا هيثبتك في الاخره، وهيثبتك في سكرات النور، وهيثبتك في كل حاجه، لان كنت صادق مع المولى عز وجل.